السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في مطبخكم مطبخ الأمل. في الحلقة الثالثة من سلسلة حانوتك في دارك هنقدم لكم مايونيز بصنع منزلي، كمية وفيرة، بدون بيض، بقوام أكثر من رائع، حسن من ديال المحلات. ان شاء الله تعتمدوا عليه في الصالات ديالكم، ان شاء الله تجربوه وينجح معاكم وينال الاعجاب ديالكم. دابا نمروا للمقادير. بالنسبه للمقادير تاع المايونيز كما كتشوفوا عندنا مايونيز اليوم بدون بيض، كيجي رائع، يعني سريع التحضير، في ساعه كيوجد وما فيهش البيض. بالنسبه للمقادير عندنا كاس ديال الحليب، جوج فرماجات، يمكن لكم تكتفيوا بفرماجه واحده، كاس ديال الزيت، يمكننا نضيفوا اكثر او لا قل على حسب السمكه ديال المايونيز اللي بغينا. عندي هنا الملح، شويه ديال البزار، وانا غادي نزيد شويه ديال الثومه، راس تاع الثومه. غادي نسم المايونيز ديالي بالثومه، يمكن لكم تستغناو على الثومه او لا تضيفوا الزعتر، لا سيبوليت، يعني اللي بغيتوا تنسموا به المايونيز ديالكم. غادي نحتاج جوج معالق كبار ديال الخل، سواء الخل الابيض او الخل العادي اللي متوفر عندكم. في الكاس ديال الخلاط ديالنا كناخدو كاس ديال الحليب، كنضيفو إبزار، الملح، ثومة، قسمها هنا بالموس باش يسهل الطحن ديالها، نضيف الفرماج. كيجي هاد المايونيز رائع، يعني بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية من البيض او لا ما كيبغيوش البيض هكا يخضر، يمكن ليهم يستعملوا هاد المايونيز. كنضيف الفرماج، نضيف الخل، جوج ملاعق ديال الخل، واحد، جوج، صافي. غادي نطرب هاد الخليط مزيان حتى تيطحن بحال الثومة تطحن وتخلط ليا مزيان، ونبدا نضيف الزيت بالتدريج حتى من بعد ما طحنتو طحنت الخليط ديالي. دابا غادي نبدا نضيف الزيت بالتدريج. من بعد ما ضفت الزيت اللي كانت عندي في الكاس، كما كتشوفوا القوام يعني باقي خفيف شويش، غادي نزيد نضيف ليه واحد جوج معالق ديال الزيت ان شاء الله. ديما يعني حاولوا تضيفوا الزيت وانتم كطحنوا، يعني الطراب خدام. صافي، من بعد انا ضفت جوج معالق ديال الزيت، دابا القوام كما كتشوفوا. انا غادي نحطو في الثلاجه، نغطيه بالسلوفان ونحطو في الثلاجه، ملي كيبرد كيزيد كيقبط راسو على هكا، ما تحاولوش تضيفوا ليه الخل، حيت الا زدتوا ليه مثلا معلقه الخل غادي يعقد، ولكن تيعقد بزاف ملي كيزيد يبرد كيوليكوش داك القوام اللي حنا موالفين بالمايونيز. ها هو كما كتشوفوا. صافي، دابا غادي ندخلو الثلاجه، ضروري خصكم تغطيوه باش ما يشربش لكم الريحه ديال الثلاجه. من بعد ما يبرد هو المايونيز كيف ما كتشوفوا، من بعد ما برد فاش كيبرد كيزيد كيعقد، كتشوفوا كيجي قوام رائع والمذاق رائع، حسن من ديال الزنقه. كتنسموه باش ما بغيتو، انا نسمتو هنايا بالثومه، يمكن لكم تخليه فقط بالملح والابزار كما كتشوفوا القوام ديالو. نتمنى انكم تجربوه وينجح معاكم وينال الاعجاب ديالكم. الا كانت هذه اول زياره لكم فضلا وليس امرا، تابوناو وتفعلوا الجرس، كذلك ما تنساوش انكم تبارطاجيو باش تعمل فائده.